وأنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم سيدي، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. من يجف بالمحشر سليل الهادي، من يجف بالمحشر سليل الهادي، بيدين راسه ومن وريد ينادي، ضحيت يا رب بإخوتي وبولادي لجلك، وقصد السايات عن شيعتي تمحيها. يا ربي موش انت العليم بحالي، صواب الحجر طر جبهتي وشتالي، وسهم المثلث ماضي بدلالي، وضلوع يا ربي القوم بالحافر مهشميه، وعلي أن أسعى إليك مقنطرا فوق الثرى، وعليك أن ترضيني ورضاي غفران الذنوب لشيعتين، أوعدتها الحسنى وأنت ضميني، كأني بي في أواخر حياته وهو يقذف أنفاسه مخاطبا للشيعة، شيعتي مهما شربت، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، لو سمعتم بقتيلي ما تظلما فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرمي قتلوني، جئت أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، فسقوا سهم بغي أو ظلم المعين، زوروا ضريحي، زوروا ضريحي عقب ذبحي، واقصدوني وابجوا على عظم الرزية واندبوني، وإذا شربت الماي يا شيعة اذكروني،
عطشان ضامي مشربت قطرة مية وابني علي الأكبر من الميدان جاني قل لي يا ابويا العطش غير الواني وتعذرت لو راح عني ولا لفاني يا ابا عبد الله ننسى ننسى وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى وسهم نصاب قلبك يا درانة دلنا وفت قلوبنا ومزق معانا دلنا وفت قلوبنا ومزق معانا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا وخال وطف صدرك على حر الوطية داست يا ابن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك وبقلوبنا تخليك عاري بغير تشفيه وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطيه لأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا تصوير موجز لحالة الدنيا كما كان يعيشها أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كان يشير إلى جهاز الحكم ويبين دوره أيضا في هذا التغير، ألا أن هؤلاء قد أظهروا الفساد، قد لزموا طاعة الشيطان وأظهروا الفساد واستأثروا بالفيء. يصور أيضا دور جهاز الحكم في هذه الناحية. وإذا تطورنا الواقع من خلال هذا الوصف أو من خلال متابعة تاريخية رأينا كيف أن أوضاع الأمة وصلت إلى درجة كادت الأمة فيها أن تنفصل عن مسارها انفصالا كاملا، وأصبح معاوية يطمع للوصول إلى أبعاد ما كانت لتخطر على بال. قد استطاع أن يضع مخططا رهيبا لا يستهدف إخضاع الأمة سياسيا ولا يستهدف تثبيت وإرساخ دعائم سلطانة وملكة، بل كان يحاول أن يفصلها عن القاعدة الفكرية وعن القيم التي جاء بها الإسلام أساسا. تلك مسألة لا نحاول أن ندعيها ادعاء على معاوية، بل هذا هو ما ينطق به الواقع التاريخي، بل هذا هو ما يعلنه معاوية نفسه. فهو يقول للمغيرة ابن شعبة ذات يوم وقد جاءه يطلب إليه أن يكف
عن شتم علي وسبه على المنابر في أرجاء الدولة الإسلامية، ويترك هذه الحملات الإعلامية المركزة عليه بحسبه أن يمنع الناس من ذكر اسمه مثلا، وهذا ما فعل، حتى أن المحدثين كانوا يتحامون اسم علي ولا يذكرونه، وحتى كان المحدث إذا أراد أن ينقل شيئا عن علي، مو في علي، أن ينقل شيئا عنه لا يتحدث في منقبته، لا يمدح، لا يثني عليه، يريد يقول حدثنا علي، لا يأتي باسم علي، فقد كان ذلك ممنوعا منعا باتا، وكان يعرض صاحبه للاضطهاد وللموت. كانوا يقولون حدثنا الشيخ، وإذا قيل الشيخ فالمعني علي، وأحيانا يجرأ أحدهم فيقول حدثنا زوج فاطمة أو أبو تراب. هذا بحسبك ذلك يا معاوية، بحسبك أن تحاول مسح اسم علي من الأذى، أن تصادر مناقبه، أما أن تشتم بهذا الشكل على 70,000 منبر وعشرة منابر في أرجاء الدولة، فتلك مسألة لا أرضاها لك، ذلك رجل هو ابن عمك وقد مضى إلى ربه، المغيرة ابن شعبة يقول له، وهو من أقرب الناس إليه، هو الذي رشح يزيد للخلافة، فقال معاوية هيهات هيهات حتى يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، لقد ملك أخو تيم فما أن عدا أن هلك فهلك ذكره، وملك أخو عدي فما أن عدا أن هلك فهلك ذكره، وملك أخونا عثمان فما أن عدا أن هلك فهلك ذكره، وهذا ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، مشيرا إلى رجل في الجاهلية خرج على آراء قومه وانفصل عنهم، اسمه ابن أبي كبشة، يشبه النبي به ويعطي للنبي اسمه، وهذا ابن أبي كبشة ينادى باسمه على المآذن، فأي ذكر بعد ذلك لا أبا لك، ألا فدفنا دفنا. هذه الكلمة تفصح عن النوايا الخبيئة التي كان معاوية ينطلق عنها ويعمل على أساسها، وعندما ترى تعامله مع الأمة، وعندما ترى صلة بالشريعة سلبا أو إيجابا، عندما ترى يستبيح الخمرة وكانت تورد إليه، حتى أن أبا الدرداء رأى ذات يوم قربا من الخمر تنقل فأراقها، مسلم الذي جاء به، فأراقها وضرب صاحبها، فقيل له أو أرسل إليه وعاتبه معاوية وأنبه، فقال تلك الخمر أرقناها على زمن رسول الله، وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله أن نحاربها، وتبين بعدئذ أنها للقصر. معاوية كان يستعمل آنية الذهب وهي محرمة، حرمها النبي على رجال الأمة، حرم آنية الذهب وحرم حلية الذهب على رجال الأمة وأحلها لنسائها، ومعاوية يتحدى ذلك ويستعملها، وحين يقال له يقول لا أرى بذلك بأسا. معاوية ينقل صلاة الجمعة إلى الأربعاء، معاوية يبني مقصورة ليصلي بها إماما للناس، يغلقها عليه خوفا من الاغتيال. معاوية يدفع جزية لإمبراطور الروم لكي يكف عنه ولا يتحرش بالشام خلال انشغاله في حرب علي بن أبي طالب، وهذه ما حدثت في تاريخ الإسلام حتى في أيامه الأولى، وهو لا يملك إلا عدد محدود من الناس، يدفع جزية لامبراطور الروم. ومعاوية يلتقط
أقطاب الفكر الإسلامي وأقطاب الروحية الإسلامية، المجاهدين من أصحاب النبي والإمام يلتقطهم التقاطا ويقتلهم، والصامت منهم والمنزوي منهم يحاول أن يستفز أن يستثير، يتعمد يقول الولاة إذا رأيتم أصحاب علي بن أبي طالب الكبار المهمين استفزوهم، كيف؟ أوغلوا في شتم علي وفي لعن علي وفي الانتقاط منه، أوغلوا في الجرأة على الله وعلى رسوله، قطعا دول ما يسكتوا، قطعا راح يعارضوكم، إذا عارضوكم اكتبوا إلي فيهم أو اقتلوهم دون أن تكتبوا إلي. يستفزهم حتى التقطهم واحدا بعد آخر، بحسبك أنه يلتحق أو يلحق زيادا بنسبه، يعني لمجرد أن أبا سفيان كان من جملة الذين يمارسون الزنا مع سمية، وتلك مسألة كبيرة على الصعيد الفقهي في الإسلام. النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويلحق بنسبة. بحسبك أنه يسفك تلك الدماء الطاهرة دون ما حساب، على يد زياد وعلى يد ثمرة ابن جندب وعلى يد بسر ابن إرطات وعلى يد غيرة من الجلادين، بحسبك أنه يرى الأمة قطيعة تقطع له فيعطي مصر بكاملها لعمرو بن العاص بمالها برجالها بكل ثرواتها، بحسبك أنه يصل إلى درجة من الإنحلال الخلقي أن يعرض بناته على بعض الرؤوس لكي تنضم إليه وتواليه. هذه صورة للحاكم، وطبعا من خلال الحاكم تعرف صورة الحكم وتعرف حالة الأمة من خلال كلمة يقولها هو معاوية: وطأت لك البلاد وأخضعت لك رقاب العباد. هذا هو الوضع الذي تعيش الأمة تحت حكم معاوية. ألا أن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، بقية جدا، بقية بسيطة من الصلحاء من الناس، بقية من الأفكار والقيم، بقية من الظواهر، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقط هذه الشهادة المجردة البسيطة، هكذا يقول الحسين. حسنا، من يتحسس هذه المسؤولية؟ من غير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الشخصية التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وآله وطاغها وبناها وفقا لقيمه ووفقا لروحيته وبصمها بتعاليمه؟ من غير الحسين الذي أصبح ممثلا للرسول صلى الله عليه وآله؟ والرسول أشار إلى هذا التمثيل في قوله: حسين مني وأنا من حسين. من غير هذا؟ من غير ابن علي ابن فاطمة، هذا الذي عاش في مهبط الوحي في محل التنزيل، هذا الذي امتص قيم جده وأبيه وأمه، ماكو غير هذا الذي يتحسس بأوضاع الأمة وبأوضاع الدين وبالحالة التي تعيشها الناس. حسنا، لماذا سكت الحسين إذن في عصر معاوية؟ هذا كله كان في عصر معاوية، لماذا سكت الحسين على عصر معاوية؟ حقيقة تلك مسألة تمليها الظروف الموضوعية. الحسين ليس مغامرا، الحسين ليس إنسانا انفعاليا يتحرك لأنه يغضب، يتحرك لأنه ينفعل. الحسين يثور لأنه شجاع وأبي، أبي أبى شم الدنية أنفه. ليس الإباء وراء حركة الحسين، الحسين ليس أكثر إباء من أبيه الذي طأطأ رأسه أكثر من ربع قرن حتى أخذ ملببا وهو يقول: وا محمدا ولا محمد لي اليوم، وا حمزتا ولا حمزة لي اليوم. أخذ حتى أوقف أمام الخليفة ليبايع، بايع وإلا ضربت عنقه. ليس أكثر إباء من علي، ليس أكثر شجاعة ورفضا للذل والهوان من علي الذي يرى الزهراء ومدامعها تنحدر على خديها
وجهها يشحب ويصفر وهي تقول: يا ابن أبي طالب، استملت شملة الجنين، قعدت حجرة الظنين. ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر إباء من أخيه الحسن، كان سيده وإمامه وقائده وأخاه الأكبر، لكن الظروف الموضوعية ما كانت لتسمح للحسين بالحركة. ولو كان الحسين قد تحرك في زمن معاوية لما أعطت حركته ولا تضحيته ولا فداؤه أثرا، أي أثر على الإطلاق، لما أعطت أي أثر على الإطلاق، لكان مقتله شأن مقتل حجر بن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي والحضرمي وغير هؤلاء، ناس لهم أوزانهم، ما كل أمة تحدثت بهم أياما معدودات وانتهى الأمر. لما؟ لأن هذا الداهية الدهماء معاوية كان قد أرتقى وجوده داخل الأمة. كيف؟ لذلك تأريخ، ولذلك حديث طويل، لذلك امتداد زمني، هناك امتداد زمني له آثاره، وهناك عمل منظم ومخطط له آثاره. معاوية ولي منذ زمن بعيد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، هو الذي انتقاه وجاء به وجعله واليا على الشام بعد يزيد ابن أبي سفيان، فهو يحكم الشام إذن منذ زمن بعيد جدا، يجاوز 25 عاما يحكم الشام وحدها، وهو يحكم الامبراطورية الإسلامية بكاملها منذ مقتل الإمام علي. من هنا حكم معاوية الشام 20 عاما، وحكم العالم الإسلامي برمته 20 عاما، حكم 40 عاما. ولم يجلس معاوية كأي حاكم ساذج، وإنما كان يعمل عبر مخطط إعلامي حاول فيه أن يقوم بعملية غسيل دماغ للأمة تماما، ينهي أفكارها السابقة ويحل محلها أفكار جديدة، يزين نظرتها السابقة ويعطيها نظرة جديدة، حاول أن يسدل ستار بينها وبين تاريخها السابق، حاول أن يقوم بعملية تبديل للمواقع وللأدوار وللأشخاص، فيجعل من كان مشركا مؤمنا، ومن كان مؤمنا مشركا، ومن كان فاسقا ملتزما، ومن كان ملتزما فاسقا، يقلب التاريخ ظهرا على عقب. وها هو معاوية يطمع أن يعطي لنفسه وجها دينيا، ووجها دينيا قدسيا يرفع ويحل مكانا عاليا من الإسلام ومن النبي صلى الله عليه وآله، ويحاول أن يدحرج عليا عليه السلام حيث كان يعيش هو، يعطي علي وجهه. يعني معاوية يحاول أن يسقط تاريخه ويسقط قيمه ويسقط شخصيته على علي بن أبي طالب، وهو يلبس تاريخ علي بن أبي طالب. أرأيت إنسانا كهذا؟ يعني تتصور هذا ممكن؟ نعم كان ذلك ممكنا، نعم، واستطاع معاوية أن يبلغ في حدود ما، استطاع أن يلبس تأريخ علي أمام جمهور الأمة وأن يعطي تأريخ لعلي، حتى روى الأذناب والعملاء من الصحابة ومن التابعين، وكان قد ابتاع ضمائر عدد منهم، سمرة، النعمان بن بشير، أبو هريرة، عمرو بن العاص، عروة بن الزبير، المغيرة ابن شعبة وغير هؤلاء، رووا له ما يريد في علي بن أبي طالب في ذم علي، ورووا له ما يريد في مدحه، حتى وصل الأمر أن يروا على لسان علي. كنت جالسا، علي يتحدث طبعا، يعني معاوية يقول، كنت جالسا لدى النبي أكتب له الوحي، فنزل جبرائيل بقلم من ذهب هدية من الرحمن. الإمام يقول: ففرحت بذلك وسررت، فأخذه النبي مني وقال: هذا هدية لمعاوية ابن أبي سفيان ليكتب به وحي الله. هكذا يأخذ من علي ليدفع إلى معاوية، كاد معاوية أن يكون نبيا من كثرة علمه. جماهير، سذج، غوغاء،
ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح مساكين الناس. كم هو القدر الذي يمكن أن تخرج من الناس وتجعله بمستوى عالم وواعي ومثقف يستطيع أن يزن الأمور ويستطيع أن يفرق بين مستوى الأشخاص ويستطيع أن يعرف الزيف من غير الزيف. حتى الضئيل كانت الأمة وما تزال حتى الآن عرضة وضحية للإعلام وعرضة وضحية للتضليل وعرضة وضحية للسذاجة ولسوء الفهم. الأمة هذه هي يعني. فإذا كان معاوية يسلط عليها جهازا إعلاميا قوامه 70,000 أو أكثر من ذلك من المحدثين، قطعا سيفعل فيها الأفاعي، حتى يقول الواقدي وينقل عنا ابن أبي الحديد أو ابن أبي الحديد يروي عن كتاب آخر غير واقدي، يقول حتى حفظت هذه الأحاديث سلبا أو إيجابا، في علي سلبا وفي معاوية إيجابا، حتى حفظها الصبيان في الكتاتيب، الأطفال الصغار حفظوهم إياه، وحفظتها الجواري والمنشدون، وقيلت فيها الأشعار، أصبحت يعني واقع تعيش الأمة. هذا الوجه الديني الذي أعطاه معاوية لنفسه، ومن خلال هذا الامتداد الزمني وكونه قد زكي من قبل الخليفة الثاني لأنه هو الذي ولاه، وكون الخليفة الثاني عزل ولاة كثيرين وضربهم وحاسبهم وشاطرهم الأموال وشكك فيهم بما فيهم المحدث الكبير الذي بذ الصحابة جميعا في كثرة ما روى عن النبي أبو هريرة، ناول عمر بالدرة يعني بالعصا، وأخذ يجلده ويقول له ما رجعت بك أميمة إلا لرعي الغنم، من أين لك هذا المال؟ قال خيول لنا تلاقحت وتناتجت وهدايا أهديت إلينا. يلزم عمر ويضربه ثم يشاطره أمواله. عمر يرسل على عمرو بن العاص وهو وال ولا أهميته، لأن ابنه سابق مصريا وضرب، لما المصري سبق ابن عمرو بن العاص عبد الله ضرب وقال له أنا ابن الأكرم، أرسل على عمرو بن العاص، وبعد أن أمر أن يقتص من ابن عمرو بن العاص قال له تناول بها طلعة عمرو، يعني عمرو بن العاص تناول بهذه العصا طلعة عمرو. قال عمرو لم يسئ إلي، قال ما ضربك إلا بأبي. هذا ابن عمرو بن العاص ما اشترى عليك إلا لوجود مثل هذا الأب إلى أهميته ومكانته، فتناول بها عمرو. يعني عمر بالحقيقة كان يراقب الولاة ويحاسبهم مثل هذه المحاسبة، إلا معاوية إذا بلغ شيء عن تيه معاوية وخيلاء معاوية وبذق معاوية وأرستقراطيتا وسلوك الملكي، يقول ذلك كسر العرب. لاحظ ذلك كسر العرب، يعني هذا فوق الحساب، هذا تركيز، كأن كسر العرب مدحا، هذا تركيز إلى. فما خدش في زمن الخلفاء، هذا يا أخي إلى آثار في أعماق الجماهير. الجماهير المسكينة قاتلت لأجل أن تطلب بدم عثمان، ورفع شعار دم عثمان، والجماهير قاتلت وذهب منها الآلاف لأنها تطالب بدم عثمان. عثمان من؟ عثمان الذي امتص دماء الأمة ووهب مالها إلى الأقربين، ووهب أرضها إلى من حول من الأعوان. عثمان الذي ثار عليه 70 صحابيا بدريا. عثمان الذي يجعل على الإدارة مثل الوليد ومثل عبد الله ابن سعد بن أبي سارح ابن أبي عامر، أمة مسكينة، فما بالك إذا كان الذي يزكي هو عمر بن الخطاب. هذه مسألة مهمة. من هنا معاوية أعطى لنفسه وجها دينيا، واستطاع أن يستغل صلاته التي بدأت بعد الفتح ويعطيها مداليل كبيرة، لدرجة أنه يصعد المنبر ذات يوم ويخطب، ما اكتفى بأن يكذب له الأذناب ويكذب له العملاء
وإنما بدأ هو أيضا يضيف، يخطب الناس ويقول: إني والله لا أعلم أن فيكم من هو أقدم مني صحبة لرسول الله وأكثر قربا، ولكني والله سمعت رسول الله يقول ذات يوم: يا معاوية إنك ستلي الخلافة من بعدي. النبي هكذا ذات يوم سر إليه: إنك ستلي الخلافة من بعدي، فإذا وليتها فاختر أرض الشام. النبي قال لي: أنا لما أجيتكم يا أهل الشام أجيت لأن النبي أمرني. لاحظ كيف يغري أهل الشام، كيف يغريهم بالفساد وبالضلال. وقد أمرني أن أختار أرض الشام وقد اخترتكم. تتعالى لأمر النبي، النبي قال لي: هم أنصارك، هم أعوانك على الحق، وقد اخترتكم فلعنوا أبا تراب. فلعنوا الإمام جميعا. أنا ردت فقط تعرف أي صورة مرعبة الإمام الحسين جاي يواجهها، صورة مرعبة. يعني لو أن الحسين سار في زمن معاوية، الناس يقولون هذا أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب ولا وارتضى على الشام، اجى بعدين عثمان وأقر خلال 13 عاما وأكثر، مزكى من خليفتين راشدين، لاحظ هاي اثنين، خال المؤمنين. هاي الأحاديث بالآلاف على ألسن المحدثين، كلها كذب يعني؟ ما يصير. هذا رجل إلى قيمته، هذا الله نزل قلم من ذهب وأخذ من علي بن أبي طالب وأعطاه إياه. لاحظ علي بن أبي طالب منه، علي بن أبي طالب معاوية قالهم يشرب الخمرة وروى أحاديث في هذا وصدق أهل الشام. علي بن أبي طالب قالهم القرآن نزل بذمه، وأكو آيتين نزلت بذمه وفسرها إلهم ثمرة وصدق الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، قالهم نزلت بعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب النبي قال هو في النار، علي بن أبي طالب. جماهير مملوءة أذهانها بهذا، لاحظ. فيقولون هذا رجل إلى أهميته، هذا أمير المؤمنين زمن عمر بزمن عثمان، بعدين هو استطاع أن يغالب عليا فيغلبه وينتزع مصر بحياته من عنده. أليس معاوية قد انتزع مصرا في زمن علي وقتل محمد ابن أبي بكر وبدأ يشن الغارات على البقعة التي هي تحت ولاية الإمام وتحت السلطان، شن غارات على الحجاز، على مكة، على المدينة، على اليمن، وأكثر من هذا بدأ يشن غارات على مملكة الإمام، على محل عاصمته، على العراق. وصلت خيوله إلى الأنبار، إلى هيت، وبعدين من جهة أخرى حاول أن يشن الغارات ويصل حتى إلى العاصمة، وكان يوقع الرعب والذعر داخل سلطان الإمام. بعد استطاع أن يغالب عليا ويغلبه، أكثر من هذا استطاع أن يحمل الحسن على الصلح، والصلح يخلي الناس عندها قناعة، يعني الحسن صالح يعني انتهت المسألة، أن ظروفا موضوعية حكمت بالصلح، أن الإسلام بقاء وبقاء الطليعة التي تقود الفكرة الإسلامية وتهيئ لأرضية الثورة بعد إذن، وتبقي للأمة مفكريها، وتبقي للأمة حملت مشعل النور فيها. ما يجي في ذهن الناس حسن صالح يعني صار حكم معاوية حكم شرعي، لاحظ. فعندما يثور الحسين سيكون في رأي أغلب جماهير الأمة أنه ثار على إمام شرعي مبرر الحكم منذ عهد الخليفة الثاني حتى الآن. وعندئذ يكون الحسين رجل هو ده يقتل نفسه ويقتلها بشكل غير مشروع. الحسين يثور على يزيد بن معاوية الذي لم يبايع من قبل الأمة، وإنما أخذ له أبوه البيعة بشكل خادع وبشكل قسري، في جانب بشكل خادع خدع الناس، وفي جانب آخر بشكل قسري، ومع ذلك الناس، ومع ذلك يجيك فقيه مثل أبو بكر العربي ويقول حسين قتل بسيف جده، ومع ذلك يجي واحد ويقول يزيد كان هو الأمير الشرعي والحسين كان باغيا. فما بالك إذا كان الحسين قد خرج على معاوية
معاوية الذي يؤلف فيه من حجر كتابا اسمه تنزيه اللسان والجنان، أو تنزيه الجنان واللسان عن التفوه والخطور بسب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. كتاب كامل يبين أن معاوية صحابي جليل أو أمير مؤمنين وغير ذلك. أريد أبين أن الظرف الموضوعي، شخص الحاكم، طبيعة الأوضاع، فكر الأمة، وعي الأمة، الضلال الذي تعيشه الأمة من خلال هذا الإعلام ما كان ييسر للحسين الحركة حتى على الصعيد التضحية والفداء، ما تعطي حركته أثر أي أثر، وهذا الحسين كان يعيه ويعرفه 100%. ولذلك لما تكتب إليه الرسائل ويستنهض الناس للثورة ضد معاوية، يا أبا عبد الله تشوف المنكرات شيع وتتفشى، يا أبا عبد الله سيقتل الخيار، سينتقي الناس، سيضطهد مفكري الأمة قادتها، ما خلى أحد، يا أبا عبد الله ابن زياد قتل 40,000 من شيعة أبيك، سفر وهجر إلى خراسان 50,000، ثمر فعل مثل ذلك، بصر ابن أرطاة عبر عرض نساء همدان في الأسواق. الحسين يقول لهم ليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته ما دام معاوية حيا. ماكو ظرف للحركة، لكن ما كان الحسين صامتا أبدا، كان الحسين يحاول أن يؤجج النقمة ضد معاوية، كان الحسين يحاول أن يزيد النار حطبا. الأمة في أخريات أيام معاوية كانت غاضبة، كانت تتحسس بمفارقات معاوية، كانت تحس أن معاوية يبعد ويبعد بها عن دينها وعن قيمها وعن مفاهيمها، كانت تتحسس أن معاوية لم يكد يبقي ركيزة من ركائز الإسلام. هذا الغضب الإمام الحسين يزيده، ولما كان يزيده من خلال حديثه وانتقاده لمعاوية وإشارته لمفارقاته، معاوية بدأ يخاف منه وكتب له كتاب المشهور أما بعد فقد رقي أو رفع إلي عن كذا، كتاب المشهور، يعني يتهم الحسين بالتحرك ضده. وهذا الكتاب يلقي ضوءا أن الحسين لم يكن صامتا تماما أيام معاوية، حقيقة هو لم يعلن الثورة المسلحة، لكن الحقيقة الأخرى أن الحسين ما كان ساكت. والدليل على هذا أن معاوية يكتب له يقول له أنت دا تتحرك ضدي وأنت دا تنوي أن تثير فتنة، ويحذر من هذا. فماذا يكتب له الحسين؟ يكتب له كتاب طويل جدا بودي لو اطلعت عليه، ذكرى العلائلي، ذكرى شمس الدين في كتابة ثورة الحسين، ذكرى كتب التاريخ الأخرى. حسين يكتب له كتابا طويلا، الكتاب الطويل يقول له أنا ليس في نيتي أن أثور عليك، وما رفع إليك عني رفعه الملاقون المشاؤون بالنمائم، فما أردت لك حربا، مو بنيتي أنا حاربك. هذه الحقيقة، الحسين ما كان يحاول يثير حرب للأسباب التي قدمتها، ما أردت لك حربا ولا عليك خلافا، وإني لاحظ كذا، وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك، حزب الظالم وأعوان الشيطان الرجيم. لاحظ اللهجة الذي أجج بها النقمة، تمام أنا ما أريد أحاربك للأسباب الذي ذكرتها أنا، لأني ما أستطيع أن أحقق شيئا، وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك، يعني شريد يقول له ويقول للأمة أنك أنت مستحق للحرب، فلا في ترك ذلك منك ومن حزبك، حزب الظالم وأعوان الشيطان الرجيم، ألست قاتل حجر؟ ومن بعد ما أعطيته من العهود والأيمان ما لو فهمته العصم لقرت من شعف الجبال، ألست القاتل حجر بن عمرو بن الحنق الخزاعي العابد، يصف الإمام، ثم ألست قاتل الحضرمي، ألست المدعي زيادا في الإسلام، يذكر للإمام جرائمه، ثم يذكر تنكيله واضطهاده للأمة، ثم يقول له هذه الكلمة سبحان الله يا معاوية،
لكأنك لست من هذه الأمة وليسوا منه. لاحظ كيف يقرع الحسين رأس معاوية بمثل هذا الكلام، لكأنك لست من هذه الأمة وليسوا منه. ثم يأنب على تقديمه وترشيحه ليزيد. الحسين لم يكن صامتا إذا، وإنما كان يتحرك، لكن تحرك السياسي الباصر الواعي لأوضاعه الواعي لمساره المبصر لدربه الذي يعرف كيف يحقق الغايات واضع له خطة. ومن هنا الحسين يتربص حتى إذا جاء يزيد، هذا الشخص الذي ليس له تاريخ معاوية، هذا الشخص الذي ليس له بصر معاوية، هذا الذي لم تخدع الأمة به بعد وإنما كانت ترفضه بشكل جماعي، هذا الذي لم تكن الأمة لترتبط به تخدع به، الحسين وجد الفرصة سانحة، لأن يزيد كان مشهورا عنه ومعروفا عنه لدى كل جماهير الأمة أنه رجل لا يتورع عن حرام. يقول عبد الله ابن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، فيما ينقل عنه المؤرخون إن والله ما خرجنا على يزيد، الطبقات الكبرى لابن سعد تذكر ذلك، ويذكرها العقاد ينقلها عنا والعلائلي، والله ما خرجنا على يزيد حتى خشينا أن ترجمنا السماء بالحجارة، إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم أجد عونا على حربه لأبليت لله فيه بلاء حسنا. الناس تعرف على المصطفى. وإذا الحسين إذا تحرك الآن وتار، إذا وجد ناصرا أو لم يجد ناصرا، إذا قام بعمل فدائي وهو يقدر أن أوضاعه وأن ظروف الأمة وأن قوى الإسلام وقوى الثورة ما كانت تأهل الحركة للانتصار العاجل، لكن ستضمن لها الانتصار الآجل، ستضمن انتصار الأهداف والمبادئ والغايات. هاي الحسين يفهمها من هنا. هو استغل هذه الفرصة، كان يريد يستشهد، ومن خلال استشهاده راح يتجسم للناس مدى فظاعة النظام القائم ومدى فظاعة الحاكم ومدى جريمته ومدى بعده عن الإسلام، وعندئذ تتحرك الأمة والثور. هذا الذي كان يخطط إلى الحسين، كان صامت وينتظر. ومن هنا هو يكتب إلى بني هاشم: من لحق بنا استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح. ولما كان يعارض عبد الله ابن عمر ويقول له: أنا أرى أن تسالم يا أبا عبد الله، وأرى أن تظهر الطاعة لتحفظ نفسك ومهجتك، شو التفت للحسين؟ يقول له: أما علمت يا أبا عبد الرحمن أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى ابن زكريا كان يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ الدنيا ما إلها قيمة عند الله، من هوانها على الله أن أنبياء أو أولياء يقتلون فيها، يهانون، يضحكون، بدرجة أن رأس يحيى يهدى إلى مومتة من المومتات. الدنيا لا قيمة لها عندي. هو يقول له: أنت يا عبد الله ابن عمر إذا كنت تستغذي وتخاف الموت، وإذا الاستغذاء بلغ بيك ذات يوم أن تذهب لتبايع لعبد الملك، تبايع على رجل الحجاج بن يوسف الثقفي يمد لك رجله بدل يده، فأنا لا أعير للدنيا بالا. ولما يعارض عبد الله ابن عباس محمد بن الحنفية يقولهم الحسين، يقولهم: أنا لابد لي من أن أموت، لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا حاجتهم في. ولما يتلقاه عبد الله ابن جابر بن عبد الله الأنصاري ويقول له: يا أبا عبد الله والله لو خرجت لقتل، يقول له: أنا ذاهب لأمر الله. الحسن يقول له: صالح أخوك الحسن وقد أصاب رشدا في ذلك، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول له: أخي صالح بأمر الله وأنا أمضي لأموت بأمر الله. هي الحقيقة، الحسن صالح بأمر الله. لما؟
لأن حياة الأمة وبقاء طلائعها الفكرية وقادتها تقتضي منا أن يسالم، لأن الحركة أيام معاوية مغامرة لا تأتي بمردود، لا تأتي بنفع. والحسين الآن يضحي ليعيد الحياة للأمة بأمر الله، الله يطلب منا أن يضحي ليعيد للأمة وجودها. أخي صالح بأمر الله وأنا ماض لأموت ولأقتل بأمر الله، ماضي بوعي بأبيه وأمي. ومن هنا تراه صريحا في خطبه التي قالها هنا وهنا. شخصية الحسين عليه السلام بروحانيته الهائلة بارتباط الناس به، الناس مرتبطة بالحسين ارتباط هائل حتى بزمن معاوية، لكن القضية أن معاوية ظل للأمة جماهيرها الأوسع مضللة، وإلا الحسين امتدادة في قلوب الأمة مسألة رهيبة جدا. طور معاوية يرسل واحد إلى المدينة، يقول له يرسل بشام ويريد أن يذهب للحسين، يقول له هل تعرف الحسين؟ يقول له لا أعرفه هذا الرسول، يقول له لا أعرفه، يقول له أنا أخليك تعرفه. إذا دخلت مسجد رسول الله ورأيت حلقة من الناس تطوق شخصا، تحيط بشخص صامتة مطرقة كأن على رؤوسها الطير، هيبة للحسين، كأن على رؤوسها الطير، فتلك حلقة أبي عبد الله، ذاك هو مجلس. ليش هذا الصمت؟ هذا إجلال للحسين عليه السلام، تماما كما كان جده النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس أصحاب مطرقين إجلالا وهيبة له. إذا دخلت إلى مسجد رسول الله فرأيت أناسا كأن على رؤوسهم الطير، فتلك هي حلقة أبي عبد الله الحسين. يعني إلى موضع يقول صاحب البداية والنهاية، يقول لما جاء الحسين إلى مكة عكف الناس عليه صفوفا يتوافدون عليه يسمعون منه ويسجلون عنه. لاحظ ارتباط الأمة، ولاحظ كلمة عكف الناس عليه، عكوف معناها يعني مجيء مع استدامة، يعني بقاء مستديم، الناس ظلوا عنده جالسين يسمعون ما يقول الحسين، ما يتحدث به الحسين، ما هذا كله يدل على ارتباط الأمة بالحسين. ولما لا؟ أليست الأمة قد وعت عن النبي أحاديثه في صدقه العظيم؟ فمن خلال ارتباط الناس بالحسين لمكانه من النبي، لعلمه، لهيبته، لغير ذلك من سجاياه، لكرمه، كان يجاري السحاب كرمه. معاوية بعد الصلح، طبعا من شروط الصلح أن يعطي عطايا سنوية معينة للحسن والحسين، يعني الحسن اشترط عليه أن لعبد الله ابن جعفر ولعبد الله ابن عمر، وقال لهم معاوية أستطيع أن أقول لكم مقدما ما يفعل هؤلاء بالماء، أنا أقدر أعرف مزاج هؤلاء الجماعة، وبين لكم الآن قبل أن تذهبوا بالمال يحدث مجلسه ماذا يفعلون به، وبدأ يحدثهم. يقول لهم أما عبد الله ابن عمر فراح ينطي من المال فشي قليل إلى أسرة عدي، ثم يدخر الباقي لمؤونته نفسه. وأما عبد الله ابن جعفر فيأخذ من المال قليلا ثم ينهبه الناس نهبة، أو قال ثم ينهبه الناس نهبة، ينطي للناس يوزع بسرعة. وأما الحسين ابن علي، لاحظ هموم الحسين وانت تتجه، يعني على لسان معاوية. وأما الحسين ابن علي فيبدأ بأيتام من قتل بين يدي أبيه في صفين والجمل والنهروان، يتفقد الأيتام والأرامل واليتامى، ثم بعد ذلك
ينحر الجزور ويفرش الموائد بما فضل من المال. لاحظوا وين المال يروح عند الحسين؟ الأيتام والأرامل، وبعدين للناس يطعمهم، يوصل إليهم كرما ومنحا. هذا هو الحسين. والحسين كان عالما على درجة كبيرة وهائلة. جاء رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو يزعم أنه يحيط بلغة العرب، ويريد رجلا عالما بلغة العرب، وجاء ليسأل الحسن، فقيل له ابدأ بذلك يا شاب، وبدأ بالحسين، وأخذ يلقي كلمات غريبة من اللغة، ثم بدأ ينظم شعرا، والحسين يجيب على نفس القافية والروي والوزن بنفس اللحظة يعني. وقال له هو بعد أن رآه الإعرابي دهش لهذا، حقيقة الإنسان يدهش لهذا، ينقلها المؤرخون حول هذا، دهش لهذا، وقال له مثلك من تهابه الرجال، هذا الرجل الذي ينطوي مثل على مثل هذا العلم، مثلك من تهابه الرجال. والحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قلبه يتقطر، يقطر دما لحالة البائس والفقير والسائل، تماما كجده رسول الله، كأبيه علي بن أبي طالب. الرسول يسأل ذات يوم سائل ما يملك شيئا إلا قميصة، يخلعه فيدفعه للسائل ويجلس عاريا في البيت، ما يقدر يطلع للصلاة ولا للخطبة، ثوب نزع وانطال السائل. على أساسها نزلت الآية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أبو علي بن أبي طالب يدفع طعام لثلاثة أيام وطعام زوجته وأطفاله للسائل والمسكين واليتيم والأسير بهذا الشكل. والحسين، الحسين يدفع كل نفقته، يأتي سائل فيطرق الباب، ما لم يقب اليوم من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. خلص الحسين ويلتفت إلى قادمه، ما معك؟ ما بقي من نفقتنا؟ قال بقي كذا وكذا. قال ادفعها إليه. وكان الحسين يريد يوزعها، قال له ما بقي إلا الشيء الذي تفكر أن توزع على فقراء بني هاشم. قال جاء من هو أحق بها منهم، ادفعها إليه. دفعها إليه، وخذها فإني إليك محتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. قلب كبير، صدر عظيم جدا، هو نفس خلق عظيم، خلق أبيه، خلق جدا. الحسين إذن كان من خلال هذا الفهم ومن خلال هذا الوعي عند استراتيجية خاصة لحركته. ها هو يتحرك لأن الأمة عندها استعداد أن تتلقى تضحيته بمردود فاعل، أن تتلقى تضحيته بردة فعل قوية جدا يمكن أن تسهم في تغيير الأوضاع. وها هو ينطلق غير مبالغ، خير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه. مقدم على الموت بأبيه وأمي مستأنسا بذلك، ويصل إلى كربلاء أمامه بالطبع، يعني أمامه بالطبع حدثت أحداث هواية. حسين تبين بها الأوضاع تماما، تلقى الفرزدق وأخبر بالأوضاع، قلوبهم معك وسيوفهم مشهورة عليك، عبد الله بن مطيع وأخبر بالأوضاع، كلها الحسين على بصيرة بها، حدثت له كرامات بالأثناء. كان هذا ابن مطيع يحفر بئرا، وكان البئر مالح الماء، كان مالحا، وطلب للحسين من الحسين أن يدعو الله تبارك وتعالى ليبارك له في ماء هذا البئر، فقال الحسين ناولني منه شيئا، ناوله منه شيئا وضعه في فمه ثم مجه في البئر فطاب ماؤها وحلولا، أصبح حلوا بعد ذلك. هذا ينقلها عبد الله العلائلي، ببركة الحسين، ببركة هذا الفم الطاهر
ببركة هذا الفم الذي سينحر في سبيل الله تبارك وتعالى وسيدعو إلى الله، احلول الماء أصبح طيبا عذبا فراتا. وفي الطريق اجتمعت الجماهير على الحسين، ألوف الناس اجتمعت عليه، يقولون تتاموا 30,000، لكن الحسين صرفهم. أيها الناس، أنا لا أحب أن أخدعكم عن أنفسكم، لا تفكروا أني ذاهب لعرش مهيأ ولملك ثابت الأركان، أنا ذاهب للموت. فمن كان موطنا فينا نفسه باذلا فينا مهجة، الذي يريد يروح للشهادة أهلا وسهلا، الذي بناء يروح إلى دعاء واستقرار وطمأنينة أنا ما رايح لذلك. لاحظ كيف يحاول أن يوضح للناس الحقيقة، ويمضي بأبي هو وأمي ويواجه الحقيقة التي كان يعلمها، ويبقى بنفس الأصحاب بنفس القدر. جيش كبير كان يجاوز 30,000، يستعمل الحسين معهم مختلف الأساليب، مو قصد بأبي هو وأمي فقط يسمحهم هم، مو قصد فقط يترك الحقيقة أمام أنظارهم جلية، مو قصد يحرك وجدانهم وضمائرهم، قصد أن يوضح لهم ولمن بعدهم وللأجيال كلها، لمن حضر المعركة ولمن يحضر المعركة، لماذا تحرك وماذا يريد وما هي أهدافه. ومن هنا الحسين كان يقوم بأدوار أشبه ما تكون بأدوار درامية، كان يقصد أن يقوم بذلك بأبي هوم، يهز من خلالها المشاعر ويجسم من خلالها المأساة ويبين للناس الفظاعة حتى يهز ضمائره. فنجد أحيانا يبين للناس كيف أنه ما تحرك إلا لأن الأوضاع بلغت من الفساد لدرجة لا يمكن للمسلم أن يصبر عليها، ألا أن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد واستأثروا بالفيء وظلموا العباد. ألا وأني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله مخالفا لكتابه يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يرد ما عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. لاحظ كيف يجسم لهم أنه مسؤول أمام الله، ليش؟ لأن ذولا أظهروا الفساد، ذولا استأثروا بالفيء يعني بأموال الناس، ذولا ظلموا الناس، تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان. وهو سمع النبي هيك يقول الذي يسكت على ظلم حاكم ظالم الله يدخله وياه. فإذا يجذلوهم من ناحية دينية ومن ناحية اجتماعية مبررات الثورة ومبررات الحركة، يكلمهم كجمهور كأمة إلها صلة بالدين، بعدين يتكلم وياهم بلهجة أخرى. حسنا، ما لازم ذلك، مو أنتوا كتبتوا إلي؟ مو أنتوا دعوتموني؟ تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأجبناكم موجفين. أنتم استصرختمونا، أغيثونا يا أهل البيت، أصرخونا يا أهل البيت، انقذنا يا حسين. أنتم كتبتوا لي هالشكل، أحين استصرختمونا، استغثتم بنا، أحين استصرختمونا والهين بوله وبحزن، أحين استصرختمونا والهين فأجبناكم موجفين. موجف يعني بسرعة، استجبنا لكم بسرعة. فأجبناكم موجفين سللتم علينا سيفا كان لنا في أيمانكم، وأوقدتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم. يزيد مو عدوي فقط، عدو الأمة، عدو الدين، عدو العدل، عدو الاستقامة. من غير عدلنا أفشوه فيكم فصرتم إلبا أنصارا، فصرتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم. ثم يقول لهم الحسين: فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ومردة أهل الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الإثم، ويحكم إيانا تخذلون وهؤلاء تؤازرون تعضدون. أجل والله غدر وشجت عليه أصولكم وتأذرت عليه فروعكم. هذه مسألة قديمة وياكم، هذا تاريخكم، عرفناه مع علي وعرفناه مع الحسن،
وتأزرت عليه فروعكم فكنتم أخبث ثمر قدا للناظر وشجا للآكل ونهزة للعجام. خطبة طويلة. ثم يقول الحسين عليه السلام: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. ده يخيرني بين أمرين فعلا أشك. ها؟ قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. هيهات، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ماذا تنوي أبا عبد الله إذا؟ ماذا تنوي؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ألا وأني زاحف بهذه الفتية على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم يبين الحسين ما هي الغاية، مجرد إباء أبا عبد الله؟ مجرد أنك لا تريد أن تخضع؟ يعني مجرد مغامرة؟ لا، أنا أعرف أن هذا الإقدام سينتج بعدئذ نتاجا لا يخطر على بال. ثم لا تلبثون بعدي إلا كريث ما تركب الفرس، فتدور بكم دوران الرحى وتقلق قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي. أي مسألة موحات من قبل الله، النبي تحدث بها والإمام تحدث بها والناس تحدثوا بها جميعا، أن دمي هو الذي سيمد الأمة بالحياة. ثم لا تلبثون بعدي إلا كريث ما تركب الفرس، فتدور بكم دور الرحى وتقلق قلق المحور. عباد الله، إني عدت بربي وربكم أن ترجمون. هذا حوار الحسين وياهم، هذا موقف قلنا يجادلهم على صعيد دين، ثم يحاسبهم على أساس ضمائر، أنتم الذي دعيتوني، ثم يجسد لهم الواقع الحاضر. وأحيانا يجي الحسين بلغة أخرى غير هاللغة، لغة تناغي المشاعر والعواطف، لغة تهز الأحاسيس، لغة تستجيش المشاعر الداخلية للإنسان المسلم. يرجع إلى الخيمة يقول لهم: هذول الناس سذج، هذول بسطاء بعضهم، ما يفهمون لغة الفكر، ما يفهمون لغة الدين، ما يفهمون الحساب على هالأسس. أنا راح أخاطبهم لغة أخرى. زينب، هاتي لي عمامة جدي رسول الله، جبة جدي رسول الله، جواد جدي، سيف جدي. تأتي إليه بلباس جده يلبسه. تصور الحسين يعتم بعمامة النبي، يلبس جبة النبي، الناس يعرفون هذا لباس رسول الله، يمتطي جواد النبي. الحسين هو صورة من النبي صلى الله عليه وآله. الحسين كان يشبه جده النبي صلى الله عليه وآله شبها بالغا، يخرج إليهم صورة مصغرة من جده الرسول، يقول لهم: أيها الناس انظروني، أيها الناس انسبوني من أنا، ثم راجعوا أنفسكم، عرفوا أنا من، ابن من. انسبوني من أنا ثم راجعوا أنفسكم، ألست ابن بنت نبيكم؟ إن كنتم تشكون في ذلك، إن كنتم لا تصدقونني، فاسألوا فلان وفلان وفلان، فقد سمعوا جدي رسول الله يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إن كنتم تشكون في ذلك، وإني والله ما تعمدت كذبا منذ عرفت أن الله يمقت على الكذب أهلا، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، ما موجود في الأرض سواي الآن. أنا الحلقة الوحيدة التي تربط بين الأرض وبين رسول الله الآن، أنا الامتداد الوحيد الموجود. أيها الناس، أيها الناس انظروني، أليست هذه عمامة رسول الله أنا لابسها، مو أنا وريث النبي؟ أليست هذه جبة رسول الله أنا مرتديها؟ هذا جواد رسول الله أنا ممتطيه؟ هذا سيف رسول الله أنا متقلده؟ لم يجبه أحد. يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم ووليكم من صرف دهر النابة؟ هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. ويحكم علامة تقاتلوني على شنو؟ علامة تقاتلوني على دم سفكته،
على مال استهلكته، على قصاص من جراحة، ليش تطلبوني؟ ماكو جواب، ماكو منطق. يرجع الحسين يقول أولئك قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يرجع إلى مخيمه بأبي هو وأمي، وكان قد قتل أنصاره وأهل بيته. الحسين يقف الآن وحيدا فريدا، ينادي ألا من معين فيعينني، ألا من ناصر فينصرني. حتى هذا النداء إلى رسالة، والله حتى هذا النداء الحسين كان يتعمد، كان يعرف الحسين أن هذا النداء لا يقدم ولا يؤخر. تصور، ما هو أثر هذا النداء؟ يحرك ضمير واحد، يحرك ضمير اثنين، يحرك ضمائر مجموعة من الناس. الموت ما منا بد، من مات علي الأكبر، من قتل أول قتيل الحسين انتهى. الحسين مقدم على شهادة، لكن كان يريد يحرك ضمائر الناس، كان يريد يجعل لحركته أفاعيل، كان يريد صوته يوصل إليك فيسيل دمعتك، كان يريد صوته يوصل إليك فيحرك ضميرك، كان يريد التاريخ ينقل أن الحسين وقف بين أمة جدة في شرقها وغربها ينادي ألا من معين فيعينني، ما حد يجاوب من أمة جدة، ألا من ناصر فينصرني، ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله، ابن الرسول ولم يجبه أحد. هكذا كان بأبي هو وأمي. يرجع يودع عائلته ثم يبدأ يقاتل. يقول أحدهم والله ما رأيت مكثورا قط أصيب بولده وأهل بيته، وصبت عليه النكبات صبا أثبت من الحسين ولا أشد صلابة، أما والله لقد رأيته يشد على الناس وقد تكاملوا 30,000 فيفرون بين يديه فرار المعزى إذا شد بها الذئب. وكان يقف كالأسد بأبي هو وأمي يزعر يشد عليهم فيتفرقون. فقال لهم عمر بن سعد ويحكم أتعرفون من تقاتلوا؟ أتعرفون من هذا الرجل؟ هذا ابن قتال العرب، هذا ابن علي بن أبي طالب، هذا ابن الأسد الذي لا يعرف فرارا ولا هزيمة. تفرقوا عليه 4 فرق، طوقوا من كل ناحية، فرقة رشقة بالسهام، فرقة تضرب بالحجارة، فرقة تضرب بالسيوف، فرقة تطعن بالرماح. تصور رجلا واحدا بطلا تتفرق عليه فرق 40,000 وهو يقف بينهم بأبي هو وأمي، تأتيه ضربة من هناك وطعن من هنا ورشقة سهم من هنا، وهو واقف يشد على هؤلاء مرة وعلى هؤلاء مرة. صار شبيح بيه من المنية، ألف طبرة يا والي و900. وقف بأبي وأمي يقاتل حتى أدخن جراحا، خلص مرة إلى الماء وصل إليه، مد يده ليشرب. تصور أن الحسين بمفرد يشق هذا الجيش ويصل إلى الماء ليشرب. لما رفع إلى شفتيه وكان عطشانا بأبيه وأمي قد جف لسانه، قال له أحدهم يا حسين أتهنأ بالماء وقد هتكت حرمك؟ نفض الماء من يده ثم ذهب بأبيه وأمي مسرعا إلى مخيمه، وجدها سالمة، ووجد أن هذا الصوت كان مكيدة ليحرم الحسين من شربة ماء أراد أن يوصلها إلى أحشائه. بدأ يقاتل محتسبا حتى أدخن جراحة، جاءه سهم أصابه في لبته بأبيه وأمي، فسال الدم كالميزاب. أخذ الحسين من دمائه وبدأ يرشق بها وجهه، يخضب بها لحيته، وهو يقول هكذا ألقى الله وجدي رسول الله، وأنا مخضب بدمي مغصوب علي حقي. أحاط به من كل ناحية وهو واقف حنى على قربوس سرجه، ثم استخرج السهم من قفاه فخرج الدم كالميزاب، وخرج معه ثلث كبده. دار العسكر على حزين يا حب، ناس بالسهام وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبايا يتدور،
ووقف لا يطيق حراكا وقد ضعف بأبيه وأمي، ضعف من الجهد، ضعف من نزف الدماء، ضعف للعطش الذي أصاب، ضعف للمآسي التي انصبت عليه، حتى سقط عن جواده ضعيفا والقوم لا يكادون يقربون منه. مر عليه أحدهم طعنه في خاصرته فأنفذ الرمح من جانبه الآخر. مر عليه رجل فضربه بعمود من حديد على رأسه فشطر عامته، فأخذ بيضة وقال الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع القوم الظالمين. واستمر يتقلب على التراب يمنة ويسرى، وقد اشتبكت السهام في جسده حتى كان يرى كالقنفذ لشدة اشتباك السهام في جسده. ما كان موضع من جسد إلا وفيه شكة سهم، طعنة رمح، ضربة سيف. 3 ساعات والحسين راقد على التراب والدماء تنزف منه، وقد ذهب مهره معولا صاهلا إلى مخيمه ينادي الظليمة الظليمة العظيمة العظيمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها. زينب واقفة كانت تسمع صوت الحسين، كانت ترى شخص الحسين، لم ترى الآن شيئا. قالت لأم كلثوم: ما لي لا أسمع لابن أمي صوتا، ما لي لا أرى لابن أمي شخصا. قالت أم كلثوم: أظن أن الخيل والرجال حجبته عنا. قالت زينب: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال، مستحيل الحسين يمكن أن تحول بيننا وبين خيل أو تحول بيننا وبين رجال. أم كلثوم: أظن الحسين سقط، أظن الحسين وقع على الأرض. بيناهن كذلك وإذا بالجواد محمحما صاهلا يمر حزين: وين حزين؟ قل لي أشوفك جيتني تظهل بذلي. عقب حزين: قل لي وين أولي؟ مالك روحت قلبي يا مقدر؟ يمر حزين: قل لي عن أخي بعد فيا يا خايب يا شفي. جم صواب قل لي بقلب خي. ثم هرعنا اليه احطنا به فواحدة تحنو عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تظلله، واخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، واخرى تفديه، واخرى تقبله. بينما زينب واخواتها وبناته يحطن به، واذا بالشمر ياتي يدفع زينب عنه، يدفع سكين عنه، يجلس على صدره. ومر يحز النحر غير مراقب، من الله لا يخشى ولا يتوجل. وزينب: يا خايب خل اخويا حسين ساعه اود عنا ومثل الموت باعه، مو شمه مثل حلوه طباعه، دخل براحه روح حسين تظهر. نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، خذ بأيدينا لما تحب وترضى، وفقنا لطاعتك، أعنا على أنفسنا، عاملنا بلطفك. اللهم استر علينا بسترك الجميل حق الحسين وأبيه وجده وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه، أعم عنا عيون الظالمين الحاضرون، اقضي حوائجهم، اشف مرضاهم المؤسسون، تقبل أعمالهم، هبهم خير الدنيا وخير الآخرة. إلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. في آخرتي ودنياي زيارة مني وعن والدي ووالد والدي وإخواني، وعلى الخصوص من قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتود، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست آساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبه، ولعن الله ابن مرجانه، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام معصوم من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والحسن وإليك بموالاتك وبموالاة وليك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس آساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس آساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره، عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق منه.
ناطق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. يا لها من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن نتناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، وممات ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بكومي. اللهم إن يوم قتل الحسين عليه السلام يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم ضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق آل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لنع العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم العنهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا. اللهم العن يزيد بن معاوية خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دونك. والسلام عليك ورحمة الله.